لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. المسيح قام. أبصرتما القيامة في آثار المسامير في يدي يسوع والحربة في جنبه. أبصرها بوضع إصبعه عليها، وكأن لللمس حاسة الرؤية أو للنظر حاسة اللمس. هذا كله كان مقدمة للإيمان بالكلمة الإلهية بالسماع عوض الاعتماد على اللمس والنظر. بات بإمكاننا الاعتراف بأننا رأينا القيامة دون أن نكون حاضرين فيها تاريخيا، ونلمسها في حضور الرب في وسط الجماعة والتي تجتمع حول مائدته لتأكل الفصح كما أكد لنا وأوصانا. ظهر يسوع لتلاميذه حيا في العلية في اليوم الأول واليوم الثامن من قيامته بغياب توما وثم بحضوره، فاستشفينا من سردية الإنجيلي يوحنا لهذين الظهورين 7 أركان تشكل أساسات قامت عليها الكرازة الرسولية. أولا، القيامة وظهور يسوع حيا لتلاميذه، حيث اختار يسوع أن يعطي تلاميذه أن يختبروا قيامته بظهوره حيا لهم، ظهور ترافق وأفعال تنوعت بحسب كل ظهور. في ظهوراته أجاب يسوع على هواجس غير مباحة لدى تلاميذه، وطمأنهم إلى حقيقة قيامته، وعزز لديهم اليقين بشأن هويته وتعليمه ورسالته. ثانيا، القيامة ودخول يسوع والأبواب مغلقة، حيث لا تنفع الحواجز الطبيعية أمام يسوع الحامل الطبيعة البشرية الغالبة الموت. فهو وإن كان ما عاد يحتاج إلى مأكل ومشرب ليستمر في الوجود، عمد إلى طلب ما يؤكل بعد قيامته تأكيدا لتلاميذه أنه ليس خيالا. يسوع الذي بات يدخل والأبواب مغلقة هو نفسه واقف في الخارج على الباب يقرع ليتعشى معنا، وهو أيضا الباب الذي منه ندخل ونخرج ونخلص ونجد مرعا. وقيامته حاضرة ليشاركنا إياها في الأوضاع الثلاثة الممكنة التي نعيشها. ثالثا، القيامة والسلام المعطى لنا فيه بيسوع، حيث اقترن قيامته بالسلام الذي منحه لتلاميذه، والذي يشكل عماد ورشة المصالحة بالتوبة، ورشة باتت موضوعة على أكتاف تلاميذه. إنه السلام الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه من حامله، بل يحمله إلى أترابه، وإن اقتضى منه الأمر أن يصلب ويستشهد من أجله على غرار معلمه. للحديث بقية في الغد أحبائنا، فكونوا معنا. المسيح قام.